السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب صف أول الثانوي في آخر حصة لينا في مادة الأحياء بيولوجي الترم تاني لأولى ثانوي. تمام، طيب النهاردة عندنا فاينل ريفيجن، فهنبتدي بإن احنا نشوف كده المنهج اللي احنا مرينا عليه كله، وجزء جزء كده هنقول المين بوينتس بتاعته ونحل عليه. أول حاجة احنا اتكلمنا عن الكروموسومز and genetic information، اتكلمنا عن الكروموسومز والكاريوتايب، اتكلمنا عن المونو هايبريد والداي هايبريد انهيرتنس، وبعدين اتكلمنا في الانتر اكشن اوف جينز. اتكلمنا عن طبعا هنا في المونو هايبريد اتكلمنا في مندل الكومبليت دوميننس، بعد كده اتكلمنا في الانتر اكشن اوف جينز اتكلمنا عن اللاك اوف دوميننس، واتكلمنا في البلاد جروبس والكومبلمنتري جينز والانهيرتنس ديس اوردر والانفيرومنتال افكتس. بعد كده اتكلمنا برضو عن ال determining sex in humans لما كنا بنتكلم في النورمال، واتكلمنا على ال abnormal cases، اتكلمنا على الكروموسومال abnormalities، ال medical genetic screening، ال DNA fingerprint، ال human genome. ده الجزء الأولاني وهنبتدي نتحرك معاه زي ما قلنا جزء جزء كده، نراجع ال main points ونبتدي نحل عليه. أوكي، أول حاجة بنتكلم في ال inheritance، يعني بنتكلم عن الكروموسومز. طيب what is meant by chromosome؟ اتفقنا ان الكروموسوم is a long molecule of DNA لما كنا بنتكلم في النيوكليوتيدز الترم الاولاني. A chromosome is a long molecule of DNA associated بيكون associated مع proteins that contain genetic information for organism in the form of genes. يبقى انا عندي الكروموسوم اللي هو في ال DNA associated مع بروتين، وال DNA هو اللي شايل ال genetic information على هيئة genes. تمام، طب ايه هو الجين؟ الجين is a section of DNA، هو أجزاء كده على ال DNA that contains the information needed to produce functional unit. Functional unit زي إن هي to produce protein، وزي ما اتفقنا قبل كده إن البروتين responsible for the appearance of the expression of the trait. فبنقول إن دي functional unit of heredity. تمام؟ الجين هو ال functional unit of heredity. طيب يعني ايه اوتوسومز؟ لما كنا بنتكلم في اوتوسومز اتفقنا ان انا عندي الكروموسومز، مثلا زي في الهيومن سيل عندنا الكروموسومز من 1 لحد 22 سميناهم الاوتوسومز، وسمينا البير اوف كروموسومز اللي هو الاكس والواي او بير 23 سميناها السكس كروموسومز. طب اشمعنى الاكس والواي سميناهم السكس كروموسومز؟ عشان قلنا ان هما they carry genetic information responsible او needed for sex determination. يبقى انا دلوقتي عندي الاوتوسومز any chromosome other than ال X وال Y. اشمعنى؟ لأن ال X وال Y بنسميها ال sex chromosomes علشان هم معاهم ال genetic information المسؤولة عن ال sex determination. تمام؟ طيب اتفقنا برضو إن في عندي term اللي هو ال karyotype، هو visual display of all chromosomes in the cell. طيب ال chromosomes ديت بنصورها كده لما بتكون واضحة في الميتافيز، وبعدين بنبتدي نرتبها. طيب بنرتبها على أي أساس؟ arranged in homologous pairs in descending order according to size. يبقى هي بتترتب ترتيب تنازلي descending order according to size، وبتترتب في homologous pairs. طيب ليه هي homologous pairs؟ ففي لما قلنا ان احنا عندنا السل هو الزيجوت اتكون ازاي؟ ان انا جا سبيرم ومع اوفم وحصل fertilization طلع الزيجوت اللي هي اول خليه في تكوين الكائن الحي. فهنا سميناها الخليه دي ايه؟ قلنا ان هي عندها haploid number of chromosomes ولا diploid number of chromosomes. لما انا يجي عندي السبيرم يبتدي يحصل fertilization للأوفم ويتكون عندي الزايجوت، يبقى انا كده عندي هابلويد ولا ديبلويد؟ كلمه هابلويد قلنا اللي هو ايه؟ فردي او نص العدد، لكن ديبلويد اللي هو زوجي او اللي هو الضعف. طب جت منين؟ ان انا بيجي عندي set of chromosomes جايه من one of the parents اللي هو الاب مثلا جاي عن طريق السبيرم، وفي عندي اللي هو الهاف او another half اللي هو جايه من عند الام، فبيتكون عندي الفول set of chromosomes عباره عن ايه؟ homologous pairs، يعني كروموسوم نمبر 1 واحد جاي من عند الاب والتاني جاي من عند الام. كروموسوم نمبر 2 هلاقي برضو عندي هومولوجاس بير، واحد جاي من عند الاب وواحد جاي من عند الام وهكذا. يبقى احنا لما نيجي نعمل الكاريوتايب احنا بناخد الكروموسومز اللي بتكون قلنا واضحه في اللي هي الميتافيز، وبنبتدي نعملها ارينجمنت بديسندنج اوردر اكوردنج تو سايز ان هومولوجاس بيرز. تمام، بالصوره اللي قدامي دي. طيب لما يكون قدامي كاريوتايب بالمنظر ده زي ما اتفقنا ان مثلا نمبر 1 فيها 2 كروموسومز، واحد بيكون جاي من الاب وواحد بيكون جاي من الام وهكذا، لو بصينا هنلاقي ان ده طبيعي، الكاريوتايب ده طبيعي. ليه؟ لان انا عندي هنا مترتبين بديسندنج اوردر اكوردنج تو سايز. مين اللي خارج عن الاوردر ده؟ اللي هو السكس كروموسومز او كروموسوم نمبر 20 او بير نمبر 23. طيب حطيناهم في الاخر لوحدهم ليه وكسرنا اللي هو الاوردر اللي احنا ماشيين بيه؟
لان دول كان ليهم وظيفه مختلفه اللي هي قلنا عليها السكس ديترمينيشن. تمام كده. سؤال بيقول لي الجينيتك ماتيريال ان ذا سيل قلنا arranged in structure called the chromosomes. human body cell contain 44 autosomes وعندي 2 sex chromosomes اللي لسه قايلين عليهم per 23. قلنا السوماتيك بودي سيل احنا اتفقنا ان احنا الخلايا بتاعتنا في عندي السوماتيك او اللي هي البودي سيلز وفي عندي السكس سيلز اللي هي الجاميتس. السوماتيك بودي سيلز كونتين هومولوجس بيرز اوف كروموسومز زي الكاريوتايب اللي كان موجود قبل كده. حلينا على الحاجات دي كلها ومرينا عليها كلها بالتفصيل، فاحنا بنمر سريعا على الكلام دلوقتي. لما الاقي عندي كده كل كروموسوم كل نمبر، يعني نمبر 1 في 2 نمبر 2 في 2، يبقى انا كده بتكلم في السوماتيك سيل خليه جسديه. تمام. وانس ان انا الاقي نص العدد يعني نمبر 1 الاقي كروموسوم واحد، نمبر 2 الاقي كروموسوم واحد، يبقى انا كده بتكلم في جميد او اللي هي قلنا عليه دلوقتي ايه سكس سيل. تمام. يبقى السوماتيك او البادي سيل كونتين هومولوجس بيرز اوف كروموسومز وير اس جميد اللي هي السكس سيلز دي هاف اونلي، هي بقى دي اللي قلنا عليها هابلويد. تمام. دي ويل اونلي كونتين 1 فروم ايتش بير، هيبقى معاها نص العدد اوف ذا سيل، وعشان كده قلنا بدل ما كانت البادي سيل اللي هي ديبلويد هيبقى عندي هنا ايه هابلويد نمبر ان ذا جينيت. اخر حاجه بيقول ان الكروموسوم بيزين ذا سيل كان بي فيجوالايز ديورنج اللي هو في الكاريوتايب، زي ما احنا قلنا ان احنا ممكن ناخد الكروموسومز ونرتبها زي الصوره اللي فاتت، وبنقول ان احنا عملنا لها ارينجنج. الارينجنج ده بيكون في ديسيندنج اوردر اكوردنج تو سايز، والكاريوتايب ده بنستفيد منه في ايدنتيفاي كروموسومال ديس اوردرز زي ما هنعدي عليها واتكلمنا عنها قبل كده لما اتكلمنا عن كلاين فلتر وترنر وداون سيندروم. تمام. طيب السؤال بيقول لي the diagram provided provides show a karyotype which is used to view the chromosome in the organism. karyotype اللي قدامك هنا السؤال بيقول how are chromosomes 1 to 22 ordered in karyotype. هنا الكاريوتايب اللي قدامي تمام ما فيهوش اي مشكله. هو بيسالني من كروموسوم نمبر 1 لحد 22 هم مترتبين ازاي. letter A by the number of genes they contain، هل احنا رتبناهم بناء على عدد الجينات اللي موجوده عليها. by the number of genes they contain and the matching pairs in matching pairs، ولا by decreasing size and random pairs، هل حسب السايز بتاعهم وهو بيقل لو لكن في random pairs يعني مش مترقمين كده اللي هو كلمة random اللي هي عشوائي، ولا by decreasing size and in homologous pairs، ولا by increasing size in matching pairs. طبعا انت هتكنسل دي وهتكنسل A لان لا الترتيب قايم على ال number of genes they contain ولا increasing size in matching pairs. طيب فاضل معايا view C الاثنين ال decreasing size. تمام. يبقى ده صح، ولكن واحنا بنرتب هل بنرتب عشوائي في random pairs؟ لا. يبقى الاجابه الصح عندي هي ايه؟ ان هما they are arranged in decreasing order in homologous pairs. تمام. الصوره اللي قدامي بيقول لي which of the following best describe the term chromosome. احنا لسه شارحين الكروموسوم والصوره اللي قدامي شارحه نفسها برضه. فبيقول لي الكروموسوم أوصفه على إنه thread like structure of tightly coiled DNA that contains many genes، ولا an alternative form of gene، ولا a tightly coiled section of DNA that codes for a particular protein، ولا a protein that DNA wraps around to increase its stability. أنا عايز أوصف الكروموسوم، مين في دول أدق وصف للكروموسوم؟ أدق وصف للكروموسوم. تمام جدا. يبقى هو ثريد لايك، هو خيط تمام ملفوف على بروتين وعامل الشكل اللي هو الرود لايك شيب اللي قدامي ده، يبقى هو ثريد لايك ستراكشر ذات تايتلي كويلد ال دي ان اي ذات كونتينز ميني جينز. طيب والصوره اللي قدامي ادي ال دي ان اي يبتدي يلف على الهيستونز اللي هي البروتين اللي قدامي ده لحد ما يديني الشيب اللي هو الكامل بتاع الكروموسوم، سواء انا عندي هو سنجل كروماتيد او عندي الاثنين كروماتيد بالمنظر ده. تمام. يبقى هو thread like structure of tightly coiled DNA that contains many genes. ال definition تاني ايه هو الجين وايه هو الاليل وايه هو المونو هايبريد انهيرتنس. الجين اتفقنا الجين ده section على ال DNA that contain information، عامل زي الكود شفره. تمام. يبقى الجين ده عباره عن تتابع من النيوكليوتايدز ورا بعض بتديني زي كود او شفره اللي بتترجم لو تفتكر كده من الترم اللي فات ان ال DNA بيترجم الى RNA يخرج للسيتوبلازم علشان يترجم للبروتين اللي هو مسؤول عن ان هو يعمل اكسبريشن للتريت. يبقى انا عندي الجين هو سيكشن اون دي ان اي ذات كونتين انفورميشن نيدد تو بروديوس فانكشنال يونت. فانكشنال يونت زي ايه؟ قال لي زي البروتين. تمام. طيب الاليل قال ان الاليل ده alternative فيرجن اوف جين، زي مثلا الجين المسؤول عن لون العين، ففي لون عين بني واسود وازرق واخضر، كل الصور المختلفه لجين صفه لون العين اسمها اليلز. تمام.
طيب المون هايبريد انهيرتنس بيقول لي ان هي انهيرتنس اوف ذا اليلز اوف ا سنجل جين. ليه؟ احنا اتكلمنا بعد كده في مثلا حاجه زي المالتيبل اليلز اللي موجوده في البلاد جروبس، صح كده؟ تمام. يعني ايه جينوتايب ويعني ايه فينوتايب؟ اتفقنا ان انا مثلا ممكن تكون قدامي ورده لونها احمر، ما دام انا شايفها بعيني يبقى ده اسمه الفينوتايب، شكلها من بره خلاص الشكل الظاهري اللي باين لعينيك، لكن تركيبها الوراثي من جوه هي بقى ايه اللي خلى لونها احمر او ايه اللي خلى لونها ابيض وهكذا، هو ده الجينوتايب. يبقى انا عندي ايه الفرق بين الجينوتايب والفينوتايب؟ قال لي ان الجينوتايب هو الجينيتيك ميك اب اوف الاورجانيزم اللي هو بتاع الصفه، الاليلز اللي بتكون الصفه في الاورجانيزم. امال الفينوتايب؟ بيقول لي الفينوتايب هو الاوبزرفابل تريت. الاوبزرفابل تريت يعني اللي انت شايفه خلاص، الصفه اللي انت شايفها، اللون، الطول بتاع النبات، الملمس بتاعه وهكذا. تمام. يبقى الفينوتايب هو عباره عن ايه؟ الاوبزرفابل تريت of an organism and is determined by the genotype. مين اللي حدد عندي الفينوتايب؟ مين اللي طلع الفينوتايب ده؟ هو الايه؟ التركيب الداخلي الوراثي اللي جوه اللي هو الجينوتايب. تمام؟ لما جينا نتكلم على الاليلز افكرك مثلا زي مندل كنا بنقول فيه كومبليت دوميننس، وبعد كده لما جينا نتكلم في الانتراكشن اوف جينز قلنا ان في عندي لاك اوف دوميننس، يبقى انا هنا بتكلم عن ايه؟ بتكلم ان انا عندي الاليلز دي مثلا اكوردنج تو مندل كان بيقول ان في جين بيدومينيت اوفر ذا اذر وان. فهنا بيقول لي ان الدوميننت اليلز، دوميننت اليلز از ان اليل ذات از اولويز اكسبريسد ان ذا فينوتايب اوف ذا اف بريزنت، يعني مجرد ما الاليل ده موجود هو اللي هيبان سواء كان بيور او هايبريد. تمام. يعني مثلا لو انا عندي في مندل، لما كنا في مندل مثلا لما كنا بنقول ان لو انا عندي فلاور مثلا ريد فلاور، خلينا ار سمول ار سمول، فلو انا عندي مثلا الار كابيتال ار سمول او الار كابيتال ار كابيتال، الاثنين هيبانوا مثلا باللون ريد. ليه؟ لان هنا اللي هو الكالر القليل بتاع اللون اللي هو الاحمر هو الدوميننت. تمام. طب وامتى الورده ما تبانش باللون الاحمر، هتبان مثلا باللون الابيض؟ لازم تكون الريسيسيف اليلز موجوده في صوره بيور. يبقى انا عندي ايه هو الدوميننت اليل؟ قلنا الاليل ذات اولويز اكسبريسد، هي دايما هتبان في الفينوتايب ما دامت موجوده، يعني الليتر ار ده او اللي هو الريد الكالر ريد ده ما دام الجين بتاعه موجود يبقى هيبان سواء كان بيور او هايبرد، سواء كان بيور او هايبرد. تمام. امال الريسيسيف اونلي اكسبريسد، مش هيبان الا اذا كان التو كوبيز منه، يعني في الحاله الايه؟ في الحاله البيور. يبقى الريسيسيف اللي هو مش هيظهر ومش هيبان الا لو كان في حاله بيور. تمام. بعد كده اتكلمنا عن اللوز بتاعت مندل، اللو اوف سيجريجيشن واللو اوف اندبندنت اسورتمنت، الكلام ده كله انت عرفته من ثالثه اعدادي واشتغلت عليه. تعالى نحل. بيقول لي ان ستيت ذا فينوتايبك ريشيو، عايزني احدد الفينوتايبك ريشيو دوميننت ريسيسيف. خلي بالك في الامتحان لما يجي لك سؤال زي كده لازم تمشي بنفس السيكونس اللي هو كاتبه. قال لي دوميننت ريسيسيف، يبقى انا لازم اكتب هنا الريشيو بتاعت الدوميننت الاول وبعدين اكتب الريسيسيف. لو عكس، عايز الريشيو ريسيسيف تو دوميننت، لازم تعكس. لو اخترت عكس الكلام ده يبقى غلط. تمام. في البونت سكوير قدامي هو عايز ايه؟ عايز الصفه الدوميننت، الريشيو بتاع الصفه الدوميننت تو الريسيسيف. فانا هنا عندي جي كابيتال جي سمول، يبقى ده كده عندي هيظهر ايه؟ دوميننت. هنا دوميننت، هنا دوميننت، هنا دوميننت. يبقى لو جيت اكتب الريشيو هكتبها ايه؟ 0 تو 4 ولا 4 تو 0 ولا 2 تو 2 ولا 3 تو 1؟ هو عايز الريشيو دوميننت تو ريسيسيف according لبونت سكوير اللي قدامي. تمام. هي 4 to 0 لسه عاديين اهو، جي كابيتال جي كابيتال جي كابيتال جي كابيتال، يبقى كلهم هيبان فيهم الصفه الايه؟ الدوميننت. طب والريسيسيف 0، وده اللي لسه بقول لك عليه ان انت لازم تكتب ايه؟ بالترتيب. هو قال لي الدوميننت والريسيسيف يبقى لازم 4 to 0، ما عكسش، لو عكست يبقى غلط. تمام. اللي بعده، في which of the following bound squares show the correct inheritance of 6 in humans. مين في دول بيوضح الانهيرتنس اوف 6 ان هيومنز؟ طيب هو كان لما كنا بنتكلم على انهيرتنس اوف 6 ان هيومنز قلنا ايه؟ كده نفتكر مع بعض، اتفقنا ان احنا لما بنيجي نتكلم على الهيومنز انت عندك الاوفوم والسبرم. الاوفوم كانت دايما التركيب الوراثي فيها اكس اكس، دايما الاوفوم التركيب بتاعها ايه؟ اكس اكس. طب والسبرم بما ان الميل السلف الميل فيها اكس واي، فيبقى انا عندي السبرم ليه احتمالين، يا اما يكون اكس يا اما يكون ايه؟ واي. لكن الفيميل ملهاش غير احتمال واحد اللي هو كان الاكس. تمام. فلما يجي يحصل
ان السبرم مثلا اللي هو شايل اكس كروموسوم هو اللي يعمل فيرتيلايزيشن ل الاوفم اللي هي معاه اكس كروموسوم يطلع عندي فيميل اللي هي التركيب بتاعها اكس اكس. نفس الكلام لو جه عندي سبرم بس معاه بقى الواي، معاه الواي كروموسوم، ويبتدي يبتدي يحصل هنا فيرتيلايزيشن للاكس، الاوفم اللي معاها اكس يطلع عندي ميل اللي هو اكس واي. تمام. طيب تعالى نبص بقى في البوند سكويرز اللي قدامي دي. هو بيقول لي which of the following bound squares shows the correct inheritance of six in humans. تعالى نبص في واحدة واحدة كده ونشوف ايه المشكلة فيها. هنا بيقول لي خلي بالك ده الفيميل وده الميل. فأنا أسأل نفسي هو الفيميل جميت ينفع يكون فيه واي؟ لا، يبقى دي كده مرفوضة. تعالى اللي بعده، الفيميل اكس اكس تمام، الميل اكس واي تمام، يبقى دي كده ايه احتمال تكون صح. على اللي بعده خلي بالك احتمال تكون صح من غير ما تسرع، هنا الفيميل اكس اكس تمام وهنا الميل اكس واي برضو تمام، يبقى دي برضو احتمال تكون صح. تعالى هنا اللي هي لتر دي، قال لي الفيميل اكس واي، يبقى لا دي كمان مرفوضة. طيب ما بين بي وسي مين فيهم اللي صح ومين فيهم اللي غلط؟ تعالى نبص على بي كده، هو قال لي هنا اكس اكس وقلنا تمام واكس واي قلنا تمام. طيب اكس مع اكس دي صح، اكس مع واي دي كمان صح. طيب هنا اكس مع اكس دي صح، اكس مع واي دي صح. تعالى نتأكد هنا في سي، اكس واكس تمام اكس اكس، لكن هنا قال لي اكس وواي لا، كاتب لي هنا اكس اكس، يبقى دي كمان ايه غلط. يبقى الوحيدة اللي صح عندي فعلا هي انهي بارت سكوير فيهم اللي هو لتر بي. طيب اللي بعده بيقول لي ستيت ذا فينوتيبك ريشيو دوميننت ريسيسيف، برضه نفس الكلام في بارت سكوير بروفايد، دوميننت ريسيسيف ده دوميننت ده ريسيسيف، مكتوب كده دوميننت ده دوميننت ده ريسيسيف. طب عرفت منين؟ اصل ده كابيتال سمول ده سمول سمول، ده كابيتال سمول ده سمول سمول. طيب الريشيو قدامك هنا كام لكام؟ تمام 50 50. مين هنا بيمثل 50 50 دي؟ هيبقى لتر سي اللي هي 2 2 2. تمام. لما جينا نتكلم عن اللاك اوف دوميننس دي كده برضو نوتس، اللاك اوف دوميننس قلنا نو اليل دومينيتس اوفر ذا اذر وان. في مندل قلنا مثلا حاجه زي اللي هي الامثله اللي فاتت، لو عندي ار كابيتال ولقيت قدامها الار سمول فده بيدومينيت اوفر ده. وقلنا كمان بنعرف مندل ان احنا بنلاقي ان الصفتين المختلفتين يعني مثلا ريد ريد فلاور وايت فلاور الاثنين واخدين الليتر مثلا ار. طب ده انديكيت ايه؟ انديكيت ان الريد كلر دومينيت اوفر الوايت كلر، وعشان كده ده بياخد الار كابيتال وده هياخد ار سمول. طب في اللاك اوف دومينانس لو انا عندي ريد وايت، لا معلش دي هتاخد ار دي هتاخد دبليو. تمام. يبقى اللاك اوف دومينانس هلاقي ان كل تريت واخده لتر مختلف، لكن في الكومبليت دومينانس بلاقيهم الاثنين مشتركين في نفس اللتر. ليه؟ عشان واحد بيسيطر على التاني. خلاص. طيب انا عندي في اللاك اوف دومينانس بقول ان النو اليل دومينيت اوفر ذا اذر وان. وفي عندي بقى انواع لللاك اوف دومينانس زي الانكومبليت دومينانس في الانتراينال فلاور، لما كان بيجي الار مع الدبليو ويجي عندي كده الهايبرد اللي هو الار دبليو ده كان بيطلع بينك، لون وسط ما بينهم له ريد وله وايت، فده السيمينال اللي هو الانكمبليت دوميننس اللي بيحصل كومباين ما بين التو تريتس ويطلع لي نيو ديستينكت فينوتايب. طيب في عندي نوع تاني اسمه الكو دوميننس، الامثله اللي كانت بتيجي مثلا اللي هو ان في مثلا نوع من الافكار تلاقي عنده اللونين اللي هي البني والابيض في بعض، ما دام اللونين ظهروا مع بعض يبقى هنا حصل كو دوميننس. فبيقول لي ان الكو دوميننس هنا اوكير ان بوث اليلز ار اكسبريسد، بوث اليلز ار اكسبريسد، الاثنين هيبانوا without ميكسينج، ما حصلش ميكسينج هنا وطلعنا نيو تريد زي الايه زي الار دبليو. لا هو في نيو تريد بس النيو تريد دي فيها التو كولرز والاثنين سيبريتلي موجودين قدام عيني وشايفاهم. طيب في نوع كمان من lack of dominance في المالتيبل اليلز، لما كان بيكلمني في البلاد جروبس وقال لي ان المالتيبل اليلز بيكون عندي 3 or more possible alleles that will determine the trait. واحنا لما كنا بنتكلم في البلاد جروبس قلنا احنا عندنا في 3 alleles اللي هو الاي والبي والاو، ولكن كل واحد فينا كان بيورث كام؟ كان بيورث only 2 of these alleles. يعني مثلا انا هورث الاو والاو من الاب والام، او الاي والبي او الاي والاو وهكذا. انا عندي في 3 اليلز ولكن you only inherit 2 of them او 1 pair. دي صوره بتوضح اللي احنا كل لسه بنقوله في الكومبليت دوميننس. انا هنا عندي بلو كلر ويلو كلر ولكن الاوف سبرينج اللي طالع كان بلو، يبقى انا اقدر اقول ان البلو كلر دومينيتس اوفر اليلو.
طيب في الحالة دي اللي هو البلو واليالو والاتنين ظهروا، يبقى ده كو دوميننس وده تبع مين؟ تبع اللاك اوف دوميننس اللي هو نو جين دومينيت اوفر ذا اذر وان. نفس الكلام في الانكمبليت دوميننس، برضو ده يعتبر تحت اللاك اوف دوميننس. هنا انكمبليت دوميننس ايه اللي حصل؟ حصل ميكسينج ما بين التو جينز وطلعوا لي نيو تريت اللي هي اللون الجديد المختلف اللي هو كأنه حالة وسط ما بين اللونين بتوع البيرنتس. تمام. السؤال هنا بيقول لي سناب دراجون فلاور اللي موجوده في الصوره قدامك دي، الكيس دي incomplete dominance. هو قال لي ان الكيس دي incomplete dominance. تمام. فبيقول لي ان البيتلز اللي في عندها اللي هي الريد، وفي عندي الوايت، وفي البينك اللي هو مين بقى؟ الهايبريد. خلي بالك الريد ده بيور والوايت ده بيور، ولكن البينك اللي طالع اللي هو اللاك اوف dominance بقى هنا طالع البينك اللي هو الهايبريد. فبيقول لي two pink flowers are crossed. طب جميل، هاجي كده على جنبه وراح قال لي نفس two pink flowers، يبقى انا عندي ار دبليو مع ار دبليو. خلاص ده اللي هو مين؟ ده البيرنتس. طب تعالى اطلع الجاميتس، عندي اتنين مختلفين يبقى هطلع كل واحده لوحدها، برضو عندي هنا الار والدبليو. تعالى بقى اطلع الاوف سبرينج، هيبقى عندي ار دي اللي هي لونها ريد، وبعدين عندي ار دبليو، وبعدين عندي ار دبليو تانيه اللي هما لونهم بينك. اخر حاجه هيبقى عندك الدبليو دبليو اللي هي لونها ايه؟ وايت. ودي الريشيو لو تفتكر كده في مندل كان 3 to 1، ولما جينا اتكلمنا في اللاك اوف دوميننس كانت 1 to 1. تمام. هو هنا بيسالني ايه بقى؟ في تو بينك فلاور فلاورز ار كروست، حصل كروسنج ما بين تو بينك فلاورز، وات ار ذا بروبابيلتي، سوري وات از ذا بروبابيلتي ان بيرسنت، هو عايز البرسنتج بتاعتها، ذات ذير اوف سبرينج ويل اولسو هاف بينك فلاورز. طيب الصوره بعد ما احنا عملنا كده المساله بسرعه على جنب، طالع عندي البينك فلاور نسبتهم كام؟ التو دي تمثل ايه؟ تمثل بالظبط 50%. ممتاز. اللي بعده لا بيقول لي التابل اللي قدامك بيوريك الفور بلاد جروبس. احنا كنا قلنا عندنا 3 اليلز اللي هو الاي والبي والاو، وقلنا ان الاي والبي مع بعض بيعملوا ايه؟ يعملوا لاك اوف دوميننس. فبيظهر عندي فصيله كمان اللي هي الاي بي. فصيله الدم الاي ممكن تكون بيور او هايبريد. ليه؟ لان الاي والبي بيعملوا ايه؟ كومبليت دوميننس مع الاو. البي ممكن الاقي عندي البي بيور او بي او. الاو بما انها ريسيسيف فملهاش غير حل واحد انها تكون او، والاي بي اللي هي جايه من الاي مع البي. تمام. فبيقول لي دول الفور بلاد جروبس قدام. بيقول لي هنا افيميل وذا جينوتايب او، ما دام قال لي ان هي او يبقى ملهاش غير الشكل ده. طيب ريبروديوس وذا ميل الجينوتايب بتاعه اي بي، What is the probability in percent that their offspring will have blood group A؟ أقول لنفسي دول شبه بعض يبقى أنا هاخد منهم جميت واحد بس اللي هو أنا بحسب احتمالات، لكن دول مختلفين يبقى أنا عندي A وعندي B. طيب لما يجي يبتدي يحصل بقى الـ reproduction يبقى أنا عندي احتمال من اتنين، يا إما AO يا إما BO. هو هنا بيسألني إيه الـ probability بتاعت إن الـ offspring يكون عنده blood group A؟ طبعا اللي هي دي، يبقى برضو بتكلم في كام؟ في 50%. ماشي، يبقى انا عندي هنا الاحتمال ان هو يطلع ايه؟ 50%. احتمال يطلع فصيله دم بي 50%. طب احتمال ان يطلع فصيله الدم او، لا هنا هتبقى 0% لان الاو هتختفي زي ما قلنا كومبليت دوميننس للاي والبي على الاو، فمش هتبان الصفه بتاعت البلاد جروب او. تمام. Which of the following does define multiple alleles for a given trait؟ احنا لسه قايلين من شويه المالتيبل alleles اللي هي ايه؟ تمام. هل multiple alleles refer to both alleles for a trait being simultaneously expressed in phenotype؟ ولا multiple alleles refer to an organism that is heterozygous for an allele expressing a distinct intermediate phenotype؟ ولا multiple alleles refer to three or more alleles occupying the same locus؟ احنا قلنا كلمة multiple alleles أنهي فيهم؟ تمام، معناها إن أنا عندي three or more alleles occupy the same locus. لما جينا نتكلم على البلاد جروب وريسس فاكتور، قلنا ان هيومن بلاد جروبس الاي والبي والاي بي والاو، وزي ما قلنا ان احنا عندنا 3 اليلز اللي هي او اللي هي المالتيبل اليلز اللي عليها اللي هي الاي والبي والاو. تمام. طيب الاليلز فور بلاد تايب اي اند بي ار كو دوميننت، يبقى لو اي وبي جم مع بعض، يعني مثلا انت اخذت الجين بتاع ايه، الاليل بتاع ايه من والدك والاليل بتاع بي من مامتك، هتلاقي انت فصيله الدم بتاعتك طلعت اي بي. تمام. ليه؟ علشان ده كو دوميننس، ولكن الاي والبي زي ما قلنا ان الاثنين دومينيت اوفر الاو. يعني لو انا عندي
ورثت الاي ومعاها الاو يبقى انا فصيله دم ايه، بي ومعاها الاو يبقى انا فصيله دم بي. طب امتى ابقى فصيله دم او؟ لو كنت وارثه الجي اللي هو الاليل او او من البوث بيرنتس. طيب blood groups are identified by the antigen. اتفقنا لما كنا بنتكلم في الكيميكال كلاسيفيكيشن اوف بلاد ان انا عندي الريد بلاد سيلز في على سطحها انتيجين، وبيمشي في البلازما كده في الدم اللي هو مين؟ الانتي بوديز. طيب لو انا عندي فصيله دم ايه، كان الريد بلاد سيلز شايله رايه مكتوب عليها ايه. طب لو انا فصيله دم بي يبقى كان الريد بلاد سيل شايله رايه مكتوب عليها بي. طب اللي فصيله دمه ايه بي شايل الرايتين اللي مكتوب عليها ايه واللي مكتوب عليها بي. طب اللي فصيله دمه او ما عندوش انتيجين خالص. طيب مردود ده عندي في الدم اللي هو الايه، الجيش اللي بيدافع عني. لو انا فصيله دمي ايه يبقى انا عندي الانتي بوديز ضد مين؟ انتي بي. خلاص. طيب لو انا فصيله دم بي يبقى انا عندي الجيش ضد مين؟ ضد بي. لا طبعا هيبقى ضد مين؟ ضد ايه، يبقى عندي انتي ايه. طيب لو انا عندي اصلا الانتيجين بتاعي ايه وبي، ينفع يكون عندي انتي بوديز اصلا ضدهم؟ لا، يبقى انا هلاقي هنا البلازما بتاعتي ما فيهاش حاجه. طب لو انا فصيله دمي او انا لا عندي انتيجين ايه ولا عندي انتيجين بي، يبقى هلاقي الاثنين موجودين في الدم اللي هو انتي ايه وانتي بي. تمام. طيب فبيقول هنا ان البلاد جروبس ايدنتيفايد باي ذا انتيجين اللي بيعرف البلاد سيل بتاعتي الانتيجين موجود على السيرفيس اوف ريد بلاد سيل. طب بالنسبه للريسس فاكتور، الريسس فاكتور هو كمان انتيجين بس هو مستقل ملوش دعوه بالبلاد جروب، ملوش دعوه بايه وبي او. تمام. يبقى انا عندي الريسس فاكتور ده كمان انتيجين موجود برضو على السيرفيس اوف ريد بلاد سيل. واغلب الناس لو تفتكر كده قلنا حوالي فيفث اللي هو 85% من البشر عندهم ايه، عندهم ان هم يعتبروا ريسس بوزيتيف. طب ليه بقى ريسس بوزيتيف؟ قال لي ان الريسس فاكتور ده كنترول باي 3 بيرز اوف جينز. 3 بيرز اوف جينز، لو واحد منهم بس كان بوزيتيف يبقى انت ار اتش بوزيتيف، وده سبب ان نسبه كبيره جدا من البشر يعتبر ار اتش بوزيتيف. 15% بس هم اللي ايه، هم اللي ار اتش نيجاتيف. تمام. Understanding risk factor antigen او الانجنز عموما important for safe pregnancy، وبالذات لو تفتكر لو كانت الام ار اتش نيجاتيف، فلو كان عندي الفيتس اللي بيتكون او الجنين اللي بيتكون كان ار اتش بوزيتيف فتاني بيبي بيكون endangered ولازم تاخد سيروم والكلام ده كله. تمام. هنا بيقول لي a couple have convinced a child the father's blood type is O positive and the mother's is A negative, a child is Rh positive. Which of the following statement is correct? تمام. ال father blood group بتاعته O positive والأم A negative. خلاص. The child is Rh positive. الطفل اللي بيتكون جوه بطنها دلوقتي Rh positive. فبيقول لي which of the following statements is correct? The first birth of this mother will be in danger. أول مولود ده في خطر، ولا it's not possible for the mother's blood type to be A negative، ما ينفعش تكون أصلا الأم A negative، it's not possible for the child to be Rh positive، مش هينفع يكون الطفل Rh positive، ولا second birth of the mother will be in danger. تمام. طبعا المنطقة أصلا في الإجابات إن A أو D. طيب مين فيهم اللي بيكون in danger، the first birth ولا ال second؟ ال first ما عندوش مشكلة لأن طول ما الفيتس موجود جوه بطن الأم هو عمال بيتغذى منها، يعني عمال بيخش له الدم بتاعه اللي هو نيجاتيف، ما عندوش اصلا ريسس فاكتور، فهو جسمه تمام وهي تمام. المشكله بتبتدي تحصل امتى؟ ساعه الولاده، لما يبتدي يختلط دم الجنين بالام، فساعتها الاميون سيستم بتاع الام يبتدي يكون الانتي بوديز. تمام. وبالتالي مين اللي بيكون اندينجر بقى؟ اللي هو السكند بيرث. تمام. بيقولي consider this partially completed table اللي هو التيبل اللي قدامي دي، وعايز نسأل على البلاد جروب وعايز اسال على الميسنج انتيجين. طيب بعينك كده بسرعه في البلاد جروب عندي A و B و A B وميسنج، يبقى مين اللي ميسنج؟ تمام، يبقى بلاد جروب O. طيب في السؤال اللي بعده بيسال على الانتيجين، انا عندي A انتيجين A، مش احنا اتفقنا ان هو شال الرايه بتاعته، B انتيجين B. طيب O اللي هي كانت ميسنج بلاد جروب ما عندهاش، اللي هي نو انسر او ما فيش انتيجين عندها. طيب ال A B بقى مين الانتيجينز بتوعه؟ زي من اسمه ان هو اي بي، يبقى هو عنده الانتيجين اللي هو مين؟ اي وبي، لكن ما عندوش ايه، ما عندوش انتي بوديز، لان هو اوريدي الريد بلاد سيل شايله الرايتين، شايله الرايه بتاعت ايه وشايله الرايه بتاعت بي، يبقى ما ينفعش يكون عنده انتي بوديز لا ضد ده ولا ضد ده. خلاص. طيب هنا بيقول لي ايه، researching and understanding the blood group of human can have many uses. استفدنا ايه من احنا نعرف البلاد جروب وان احنا ندرس الكلام ده. Which of the following is not direct benefit
of understanding the different blood groups. هو هيديني شوية إجابات وبيقول لي مين في دول مش direct benefit، مش استفادة مباشرة إن إحنا نفهم وندرس عن ال blood group. فبيقول لي أول حاجة determining the paternity of a child، مش هيفيدنا إن إحنا نعرف ال blood group إن إحنا نحدد ال paternity of a child، ولا improving oxygen carrying capacity of hemoglobin، ولا studying human evolution، ولا ensuring safe and correct blood transfusion. مين في دول مش دايركت بينفيت اللي هو لدراسة البلود جروبس وفهمها والبحث فيها؟ تمام، هي لتر بي. ممتاز. بيقول لي اسيوم ذات implants، اوكي اسيوم ذات implants seed shape and color are determined by two different genes outlined in the table provided. ففي الصورة اللي قدامي هو مديني seed shape ومديني seed color. في السيد شيب مديني الار اللي هي الراوند والار سمول اللي هي الرينكلد. وطبعا من جدول زي اللي قدامي كده اول ما بلاقي ان انا عندي في صفتين مختلفتين ولكن الاثنين واخدين نفس الليتر، يبقى انا عارف ان انا كده بتكلم في كومبليت دوميننس. ولما الاقي عندي ان ده الحرف الكابيتال وده الحرف السمول، بقيت انا عارف ان هي دي الصفه الدوميننت. تمام. طب هنا in a plant that has genotype R capital R capital G small G small what combination of alleles can be produced in the gametes؟ لما كان عندي الصفتين كده مع بعض اللي هي زي اللي مديهني كده ار كابيتال ار كابيتال جي سمول جي سمول، عايزه اطلع اللي هي البروبابيلتيز اللي معايا الاليلز اللي تطلع. هيبقى انا عندي دول شبه بعض مفيش غير احتمال واحد اللي هو الار كابيتال، ودول شبه بعض مفيش غير احتمال واحد اللي هو جي سمول. يبقى الاليلز اللي طلع عندي في الجاميتس مفيش عندي غير احتمال واحد اللي هو ايه ار كابيتال جي سمول. طب لو بصينا على مثال تاني، هنا بقى مديني ار كابيتال ار سمول جي كابيتال جي سمول، ايه الكومبينيشنز اللي ممكن تطلع معايا؟ ادي كده اول صفه وادي تاني صفه. هنا عارف كانك بتعمل مساله عادي جدا ار كابيتال وار سمول وادي الجي كابيتال جي سمول، احتمال دول يكونوا مع بعض يبقى ار كابيتال جي كابيتال، احتمال دول اللي يكونوا مع بعض يبقى ار كابيتال جي سمول، احتمال الجي كابيتال مع الار سمول، واحتمال الجي سمول هي يكون مع الار سمول. يبقى مين في دول ال A B C or D مين فيهم هو ال correct answer؟ طبعا هتبقى letter A. لما جينا نتكلم على ال complementary genes، هنا عامل زي المثال اللي فات لما كنا بنتكلم في middle second low، ان انا عندي في two pairs of genes جايين مع بعض. تمام. فبيقول لي في ال complementary genes ال action اللي هيحصل only when two different genes work together. يعني مثال زي اللي فات، لو انا عندي مثلا ار كابيتال ار كابيتال جي سمول جي سمول مثلا، ما دام بالمنظر ده لا مش هيحصل اكشن عندي ومش هيطلع النيو كولر او التريت اللي انا بدور عليها. طب امتى التريت دي او الاكشن ده يحصل؟ لازم يكون عندي من كل بير من دول واحد منهم على الاقل يكون في صوره دوميننت. يعني يبقى عندي مثلا ار كابيتال، مش مشكله بقى ده يبقى ار سمول ولا ار كابيتال مش فارقه، ومثلا هنا جي كابيتال وبرده التاني مش فارق يكون جي كابيتال ولا جي سمول. في الحالة دي لما يكون عندي two different genes الاتنين موجودين في الصورة الدوميننت بالمنظر ده، ساعتها يبتدي يحصل بينهم زي biochemical reaction، هيطلع enzyme، هيطلع مثلا اللي هو ال color of flower اللي انا بدور عليه. يبقى في ال complementary genes بيقول لي هنا ان ال action هيحصل امتى؟ when two different genes work together to contribute to one single trait، عشان الاتنين هي كلمة complementary بيكملوا بعض، بيكملوا شغل بعض. فبيقول ان هنا these two genes are involved in specific pathway اللي هو biochemical reaction and they produce functionally functional products required to produce certain trait. يبقى انا هنا ايه اللي بيحصل؟ ان لما يكون عندي two different genes الاثنين موجودين في هذه الحاله الدوميننت، يبتدي ينيشيت biochemical reaction يطلع functional product اللي هيطلع لي بعد كده ال certain trait اللي انا بدور عليه. فبيقول لي if either genes has two recessive alleles، يعني مثلا انا عندي زي ما قلنا ار كابيتال ار كابيتال جي سمول جي سمول، او عندي مثلا الار سمول ار سمول جي كابيتال جي كابيتال، او كلهم سمول. يعني المهم ان ما تحققش الشرط بتاع ان يكون عندي تو ديفرنت جينز موجود في الصوره الدوميننت. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ بيقول لي لو كان عندي تو ريسيسيف اليلز جين بروديوس نون فانكشنال برودكت، ومش هيتكون الانزيم ولا هيبتدي يكمل ويطلع الكالر اللي انا كنت بدور عليه. فبيقول لي without dominant allele in both genes، خلي بالك هو بيدور على dominant allele in both genes. تمام. that specific trait is not observed or expressed. يبقى لو انا جيت مثلا اديتك بقول لك ان انا عندي صفة بتاعت لون الوردة زي
في البي بلان لما كان بيقول لي مثلا ايه كابيتال، ايه سمول، بي سمول، بي سمول، هل هنا الكلر هيتكون؟ فلا مش بيتكون. ليه؟ لان انا الشرط عندي متحققش. هو قال لي لازم يكون في عندي دوميننت اليل من ايتش جين، لازم يكونوا الاثنين ديفرنت، من كل بير اوف جينز يكون عندي واحد كابيتال. يعني مثلا ايه كابيتال اي سمول، قلنا بي كابيتال بي سمول، تمام. طيب فهنا بيقول في المثال assume for color in mice is an example of characteristic affected by complementary gene. قال لي تعالى كده نفترض ان لون الفرو في المايس بيكون بيتبع يعني اللي هو الباترن بتاع الكومبلمنتري جين. The fur can be white or black. لون الفرو هنا في الفار ده هيبقى يا اما white يا اما black. In this scenario there must be a dominant allele present in both genes. عشان انهي لون اللي يطلع؟ عشان ال black color to be shown or expressed. يبقى انا كده عرفت ان لما بيحصل اللي هو الكومبلمنتري جينز تشتغل هيطلع عندي مين الكلر؟ اللي هو البلاك كلر. جميل جدا. هنا بيقول لي which of the following genotype would give a mouse with white fur. يبقى انا كده بدور على ان الشرط بتاع الكومبلمنتري جينز يتحقق ولا متحققش. انا عايز ايه؟ عايز الوايت ولا البلاك؟ الوايت. يبقى انا كده مش عايز الكومبلمنتري جين، مش عايز الشرط بتاعه يتحقق. طيب تعالى كده نبص هنا في لتر ايه، انا عندي ايه كابيتال وبي كابيتال، يبقى ده هيطلع بلاك، تمام. طيب في بي ادي ايه كابيتال وادي بي كابيتال، يبقى ده هيطلع بلاك. طيب هنا في سي ايه كابيتال وبي كابيتال، يبقى ده هيطلع بلاك. مين الوحيد اللي هيحقق عندي الفكره اللي تطلع لي الوايت فير اللي هو ما فيش كومبلمنتري جينز اكتنج توجذر؟ يبقى هو لتر دي. ليه؟ لان انا عندي هنا الاثنين الكابيتال اللي موجودين في الحاله الدوميننت الاثنين من نفس الجين. لا انا كنت عايز واحد مختلف عن التاني، يعني ايه كابيتال من هنا مع بي كابيتال من هنا، تمام. يبقى الاجابه عندي اللي هتطلع الوايت فير اللي هو لتر دي، ايه سمول، ايه سمول، بي كابيتال، بي كابيتال. المثال اللي قدامي هنا بيقول لي bound square shows the phenotype resulting from a cross between mice that. مثال طويل عريض، انا كل اللي عايزه عايز اللي هي الكويستشن مارك دي. طيب هبص على ايه؟ على السكويرز بتاعتهم. انا عندي هنا هاخد مثلا المثال هنا، دي A كابيتال B كابيتال، ادي يا سيدي ال A كابيتال اهي ودي ال B كابيتال، فاضل عندك مين؟ فاضل عندي A كابيتال B سمول، يبقى هو ده الاجابه بتاعتي. يبقى انا هختار A كابيتال B سمول. لو عايز تتأكد تاني بص على اللي تحتيها، اي مش مستاهلة. طيب ده ايه؟ ايه كابيتال بي سمول، ادي ايه كابيتال وادي بي سمول، فاضل عندك ايه؟ ايه كابيتال بي سمول. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا في inherited disorders بيقول لي alleles are variant of genes that control certain characteristics. Some recessive and dominant alleles can cause genetic disorders. Some alleles can be lethal. لما كنا بنتكلم في lethal dominant وlethal ريسيسيف زي اليلو فير اوف مايس وزي الابسنس اوف كلوروفيل امبلانت. وقال لي ان البونت سكوير بيفيدني في ان انا اقدر ادرس بيه واقدر وابريدكت بيه البروبابيلتي بتاعت اتش تريت. فهنا بيقول لي في حاجه اسمها البولي داكتايل. البولي داكتايل ده الناس اللي بيبقى عندها زي اصابع زياده، تمام. فبيقول لي البولي داكتايل از كوزد باي دوميننت اليل. خلي بالك هنا هو ما قالش ريسيسيف، هو قال لي دوميننت اليل، يبقى عامل زي مين؟ عامل زي مندل فيرست لو، تمام. الكومبليت ديفرنس. يبقى هنا البوليداكتايل is caused by dominant allele a female heterozygous، تمام. يعني مثلا بي كابيتال بي سمول، pure polydactyl reproduce with the heterozygous male. يبقى انا برضو عندي الميل بي كابيتال بي سمول. بيلي what is the probability of the offspring having a polydactyl؟ احتماليه ان الولاد اللي يتولدوا يكون عندهم نفس البوليداكتايل، مش دي صفه dominant؟ اه. طيب تعالى انا عندي هنا دول hybrid، يعني انا عندي بي كابيتال بي سمول بي كابيتال بي سمول، هروح نطلع الجنيس. طيب في مندل السكند جنريشن لما كنت بتعمل اللي هو الكروسنج ما بين تو هايبريد، كان بيطلع عندك الريشو كام؟ كان بيبقى عندي بي كابيتال بي كابيتال بي كابيتال بي سمول بي كابيتال بي سمول واخر واحد بي سمول بي سمول، كانت بتطلع عندك الريشو 3 تو 1. يبقى في عندك هنا مش دي صفه دوميننت؟ يبقى انا عندي كام واحد من الاوف سبرينج هيطلع عنده اللي هي الصفه بتاعت البوليداكتايل؟ طبعا 3 تو 1 اللي هي برسنتج 75%، تمام. طيب بيقول هنا اميل هيتروزايجوس نفس المثال او نفس الفكره، بس بيقول لي ميل هيتروزايجوس للبوليداكتايل اللي احنا بنتكلم عنه ريبروديوس مع فيميل هوموزايجوس. اه يبقى انا كده هنا عندي الميل بي كابيتال بي سمول والفيميل هوموزايجوس ريسيسيف، يعني بي سمول بي سمول. طيب في الكيس دي الاثنين دول شبه بعض، يبقى انا هاخد ايه؟ احتمال واحد. هنا عندي الاثنين مختلفين، يبقى بي كابيتال وبي سمول. طيب كده عندي كام احتمال؟ يا اما بي كابيتال بي سمول يا اما بي سمول بي سمول، مش الصفه دي دوميننت؟ يبقى هتطلع كام؟ 50%، تمام. طيب
هنا بيقول the genes for yellow colored fur in mice and the chlorophyll absence in corn are example of inherited lethal genes. هو هنا حدد لي ان هو بيتكلم عن lethal genes. المثال اللي فات كان قال لي dominant بس، ما قاليش بقى ولا lethal ولا حاجه، وهنا قال لي lethal genes وبرضه ما حددش اذا كانت dominant ولا recessive. هو حتى ادى المثالين، قال لك اللي هو اليلو فر في المايس والكلوروفيل ابسنس في الكورن. وانا عارف ان اليلو فر المايس دوت ايه، ده دوميننت. تمام، يعني ايه دوميننت؟ يعني لما يكون عندي المايس هنا الاثنين واخدين واي كابيتال واي كابيتال، الاوف سبرينج فيه واي كابيتال واي كابيتال، ده اللي هيموت. طب واللي هو الكلوروفيل ابسنس ده كان ايه؟ كان ريسيسيف، ليس ريسيسيف، يعني اللي هياخده سي سمول سي سمول هو ده اللي ايه، اللي بيموت. Will all of the following statements are correct about the two types of lethal genes except. مين في دول اللي مش صح؟ فبيقول هنا when crossing، هو هنا مديني اللي هي الاجابات وبيقول لي مين في دول عن الليثال جينز. وخلي بالك هو هنا ما حددلكش ولا دوميننت ولا ريسيسيف، تمام، في الهيدر اللي فوق. هنا بيقول لي when crossing two heterozygous which carry lethal genes in both corn plants and yellow mice في الكيسز دي 100% of white corn seedlings die. 100% من الكورن سيدلينجز اللي هتطلع لونها ابيض هتموت. What is only third of yellow mice, one third of the yellow mice in the offspring don't survive. طيب هو فعلا one third of yellow mice، اه، لان احنا كان بيطلع عندنا لو تفتكر كده y capital y small y capital y small، كان هيطلع عندك y capital y capital y capital y small y capital y small y small y small، ده كان لونه gray، فبقى عندي الثلاثه اللي لونهم اصفر، ف one third هو اللي هيموت. يبقى العباره دي صح، عشان ما تفتكرش هو هنا بيلخبطك. انت كنت بتقول في الليثال دوميننت ان انا عندي 25% منهم هيموت، بس 25% من الايه؟ من الاوف سبرينج كله، لكن هو هنا قال لك اليلو مايس، يبقى هو بيتكلم على الثلاثه دول. one third of them will die، صح. طيب تعالى اللي هي letter B، قال لي all yellow mice and all green corn seedlings should be heterozygous to survive. لازم علشان يعيشوا يكونوا heterozygous؟ لا، ما انا لسه قايله ان انا عندي واي واي اللي هو الفار الجراي اللي طلع ده، ده موجود في حالة فيه، وهناك عندي السي كابيتال سي كابيتال برضه هيعيش، وده مش هيتروزايجس، فايه هوموزايجس، يبقى دي فيها مشكلة. تعالى لاخر واحدة، بيقول لي ريسيسيف ليتال جينز كان اونلي كوز ديث وين هوموزايجس ستيت. ريسيسيف ليتال جينز كان اونلي كوز ديث ان ذا هوموزايجس ستيت. طب صح، ما هي عشان ليتال ريسيسيف مش هيبان الا اذا كان ايه، هوموزايجس. يبقى انا عندي هنا لازم مثلا سي سمول سي سمول زي بتاع الكلوروفيل، يبقى انهي عباره اللي فعلا غلط؟ هي ليتر بي. في المثال اللي قدامي بيقول لنا اكسبلين ذا ريشيو للسائلين اللي هي 2 تو 1 ان ذا يلو مايس كلر. في الكيس اللي قدامي هنا ايه اللي خلاهم 2 تو 1؟ ما انا طالع قدام اربعه. لا، هو في حاجه ان في قلنا 25% هيطير اللي هو اللي هيموت due to lethal dominant gene اللي هو هيطلع واي كابيتال واي كابيتال. Why are the internal leaves of cabbage devoid of green color؟ ليه اللي هو الورق اللي جوه اللي بيكون في الكابج بيكون لونه ابيض وما فيهوش color؟ فبيقول لي هنا because they are not exposed to light، عشان هم مش متعرضين للضوء، ولا because they are devoid of gene chlorophyll، ما عندهمش الجين بتاع الكلوروفيل، ولا because they inherited a recessive lethal gene، عشان هم عندهم recessive lethal gene، ولا they digest chlorophyll to produce energy، ولا هم بيهضموا الكلوروفيل بتاعهم. طبعا they are not exposed to light، وده كان ليه دعوه بال environmental factors، ان هي عشان هو عندها الجين وكل حاجه لكن هي مش exposed to light، وبالتالي الجين ما تفعلش. تمام، التريجر بتاعه او الاكتيفيتر بتاعه اللي هو الصن لايت والضوء ما وصلوش. تمام، طيب نفس الكلام في المثال اللي قدامي، هنا بيقول two groups of seedlings were grown different conditions for 4 weeks. زرعنا مجموعتين كده من seedlings لمده 4 اسابيع. one group was grown in constant light، اتزرع كده في ضوء والدنيا كانت كويسه، and the other one grown with very limited access to light، ما كانش بيوصل له ضوء بقدر الكافي. The diagram provided shows the results. بيقول هنا what can be assumed about chlorophyll synthesis for these results. بيقول هنا plants grow in limited light in size more chlorophyll and therefore appear yellow. الجملة دي مش منطقية. Plants grown in constant light in size more chlorophyll and therefore appear greener. اهي دي منطقي، ان هو اللي بيتزرع في ضوء اكتر هيبقى الكلوروفيل بتاعه شغال وهيخلق وهيبقى الدنيا هيبقى النبات لونه اخضر. تمام، طيب سي بيقول السنسز اوف كلوروفيل از نوت افكتد باي ذا بريزنس اوف لايت، ولا هو اصلا الكلوروفيل مش هيفرق معاه وجود اللايت؟ طبعا الجمله الوحيده اللي صح اللي هي ليتر بي.
طيب لما جينا نتكلم على determining sex in humans اتفقنا. طيب اتكلمنا خلاص عن الجزئية دي، ان احنا عندنا السيل 44 plus XX او XY. XX دي اكيد بنتكلم عن مين؟ عن الفيميل، وبالتالي بيطلع عندي دايما الاوفم فيها الكروموسوم X. طيب السبرم انا عارف ان الميل سيل هيبقى فيها XY 44 XY، وبالتالي لما يجي يتكون عندي السبرمز الجاميت اللي هي الميل جاميت هيبقى عندي فيه احتمالين، يا اما X يا اما Y. يبقى مين responsible for sex determination؟ هيبقى هل الميل ولا الفيميل جميل؟ اكيد الميل جميل. تمام، هنا بيقول لي when crossed with normal gametes which of the following abnormal gametes ensure that only the female present determine the sex of offspring. في انهي حاله يبقى كده ساعتها الاوفم هي اللي هتحدد ايه الاوفسبرينج؟ طبعا ان يكون السبرم اللي جاي لي 22 او. يعني ايه 22 او؟ يعني هو معاه الاوتوسومز بس ومعهوش ولا اكس كروموسوم ولا واي كروموسوم، فساعتها الاكس اللي موجوده في الاوفم هي اللي هتحدد ان دي ايه فيميل. Which of the following correctly describes the chromosomes contained within a human female somatic cell؟ انا عارف طبعا ان انا بتكلم هنا على فيميل وسوماتيك، ما دام بتكلم على فيميل وسوماتيك يعني بتكلم على 46 كروموسومز. طب فيميل يبقى انا عندي 44 XX 44 XX. هنا بيقول لي which gamete is responsible for determining the sex of fetus. احنا لسه قايلين الايج او الاوفم دايما اكس، فيبقى مين هو اللي مسؤول؟ طبعا سبيرم. هنا بيقول لي a human somatic body contain 46 chromosomes. How many chromosomes does gamete 6 contain؟ ما اتفقنا ان انا عندي السوماتيك سيل او اللي هي البودلي سيل بيكون عندها ديبلويد نمبر اوف كروموسومز، فهي عندها 46. يبقى انا عندي ال 6 سيل عندها كام كروموسوم؟ عندها 23. خلي بالك ممكن يجي يسالني يقول لي ان ال 6 سيل عندها كام سوماتيك كروموسوم، يبقى ساعتها اقول 22. طب ال 6 سيل عندها كام 6 كروموسوم؟ عندها 1 6 كروموسوم اللي هو يا اما اكس يا اما واي. تمام، يبقى هو ممكن يجيب لي المساله كلها كامله او الهيدر كله كامل زي اللي قدامي، بس هو بيسال ما يقوليش هاو ميني كروموسومز، يسال على نوع معين من الكروموسومز، فلازم تكون مصحصح للاجابه دي. تمام، بيقول هنا ان if an embryo has Y chromosome what will start to happen around 7 weeks into pregnancy. اتفقنا قبل كده في الجزء بتاع sex termination في الفيتوس ان في خلال اول 6 7 اسابيع لو الواي كروموسوم موجود ايه اللي بيحصل؟ تمام، هرمونز will be released، والهرمونز دي اللي هتحفز الفورميشن اوف male reproductive organs. طب لو مش موجوده 6 اسابيع كمان وبعد كده يبتدي يتكون الايه؟ الفيميل جينيتالز او reproductive organs. تمام، اتكلمنا على الكروموسومال الابنورماليتي هو اللي انا بيحصل مشكله اثناء الجزء بتاع السيل ديفيجن. فمثلا عندي اللي هو الداون سيندروم، الكيس دي بتكون المشكله في الاوتوسومز، بيكون في عندي كروموسوم زياده اللي هو نمبر 21. كلاين فلتر ده ميل لان عنده واي كروموسوم ولكن بيكون فيه اكس كروموسوم زياده، وده اللي بيخلي فيه فيمينين كاركترستكس تظهر عليه. يبقى في الكيس بتاع كلاين فلتر هو ميل، ليه ميل؟ لان عنده الواي كروموسوم. طب ايه مشكلته؟ انه بيكون عنده اكسترا اكس كروموسوم، وده مسؤول عن ان بيظهر عنده مور فيمينين كاركترستكس. طب ترنر، ترنر بيكون عندي اونلي 1 اكس كروموسوم، يبقى في عندي لوست اوف 1، في واحد من الاكس كروموسومز مش موجود. طيب ما دام هي اكس يبقى دي فيميل، طب وديو تو ذا لوست اوف 1 اوف ذا اكس كروموسومز بيبقى عندي الفيميل دي ما بتوصلش للبيوبرتي، بيكون عندها مشاكل صحيه كتيره جدا. طيب نحل، بيقول لي هنا كلاين فلتر سيندروم is an example of syndrome caused by chromosomal abnormality. انهي chromosomal abnormality؟ 6 chromosomes. تمام، فبيقول لي هنا هيحصل ازاي؟ فبيقول لي caused by complete loss of x ولا presence of extra x ولا presence of extra y ولا مشكله في الاستراكشر بتاع كروموسوم 21. طبعا المشكله عندي هنا هتكون ان في اكسترا اكس كروموسوم. طيب بالنسبه لداون اتفقنا ان في داون سيندروم ان عندي مشكله في كروموسوم كام اللي هو السوماتيك اللي هو 21. طب ايه مشكلته؟ ان بيكون عندي 3 كابز اللي هي لتر سي، هيكون في عندي 3 كابز اوف كروموسوم 21. المفروض يكون عندي 2 صح، واحد جاي من الاب واحد جاي من الام، ولما يبتدي يحصل اللي هو السيل ديفيجن يبقى كل خليه فيها كل جنيت عنده one of the two pairs صح كده. يبقى انا هنا عندي المشكله فين؟ ان الجنيت لما بيجي يتكون، الزايجوت قصدي لما بيجي يتكون هلاقي عنده 3 كابز، جاي له بير اثنين جايين من واحد من البيرنتس وايه جاي له واحد من البيرنت التاني، فهلاقي عندي 3 كابز اوف 21. طيب ال 6 لينكد اتفقنا ان there are 3 types of patterns of inheritance for the traits affected by biological sex organism. فعندي كان في ثلاث حاجات، ال 6 influenced وال 6 linked وال 6 limited.
طيب تعالى نفرق ما بينهم. ال 6 linked traits are carried by 6 chromosomes. اسمها 6 linked، هو مرتبط بالكروموسوم اللي هي ال 6 chromosomes، تمام؟ And more males than females are affected by the recessive 6 linked traits carried on the X chromosome. طيب 6 influenced يعني بتتحفز بالجنس، يبقى 6 influenced traits are traits located على الاوتوسومز، تمام؟ على السوماتيك كروموسومز. And whose expression is influenced by sex hormones. وهيظهر التريت دي متأثرة بالsex hormones. تمام؟ طيب آخر واحدة اللي هي sex limited allele، دي sex limited trait موجودة على الأوتوسوم، ولكن الفينوتيبيك expression بتاعها limited للبيولوجيكال sex، زي مثلا اللي هو الميلك برودكشن اللي هو البريست فيدنج للبيبيز، بيكون يعني بس في الفيميلز. تمام؟ طيب هنا بيقول لي the gene for milk production in human is located in the autosome. However, the gene is only expressed in females. هو موجود على الاوتوسوم ولكن مش هيبان الا في الفيميلز. تمام؟ يبقى ده دليل على ان هو ايه؟ لسه قايلين، ما دام انا بقول ان هو ليميتد بس على واحد من الاثنين اللي هو فيميلز، يبقى ده كده هو 6 ايه؟ تمام؟ 6 ليميتد. هنا بيقول لي autosomes are chromosomes that do not determine the sex of human. ليه؟ لان انا مسؤول عن السكس اوف هيومن اللي هو مين؟ السكس كروموسومز. فبيقول لي هنا وات از مينت باي اوتوسومال لينكج، مين في دول التعريف بتاع الاوتوسومال لينكج؟ فهنا بيقول لي اوتوسومال لينكج اوكير وين تو اور مور اوتوسومز ار ستراكشرلي الترد، ولا تو اور مور جينز اوف وان اوتوسوم ميرج توجذر، ولا تو اور مور جينز بينج كاريد اون ذا سيم اوتوسوم، ولا ان ذا اكسبريشن اوف ان اليل ذات از لوكيتد اون اكس واي كروموسوم. انا هنا بتكلم على اوتوسومال لينكج، يبقى اكيد اللي هي two or more genes being carried على ايه؟ same autosome. طيب fill in the blank if the gene responsible for characteristics is located on x or y. لو انا عندي صفات الجينز بتاعتها located على الاكس او الواي، يبقى x و y ايه؟ x و y كروموسوم. هسمي الكاركترستكس دي ايه؟ تمام، ما دام هي مرتبطه وموجوده على ال 6 كروموسومز يبقى اسميها 6 linked. Which of the following correctly describe the difference between the size of 6 chromosomes؟ احنا اتفقنا ان الواي كروموسوم اصغر بكتير من الاكس كروموسوم، يبقى انا هختار letter B ان الواي كروموسوم are much shorter in length than x كروموسوم. بعد كده في شابتر 4 لما ابتدينا نتكلم على الكلاسيفيكيشن واتكلمنا على المودرن كلاسيفيكيشن اللي هو الفايف كينجدمز، مونيرا وبروتيستا وفانجي وبلانتي وفيرتبريتس، الانيماليا وفيرتبريتس جواها، احنا ما كلمناش عن الانفيرتبريتس، اتكلمنا على الفيرتبريتس. طيب الكي بوينتس ان الكلاسيفيكيشن، اتفقنا ان الكلاسيفيكيشن احنا بنبتدي نعمل ايه؟ organization of living organisms into groups. طب هقسمها into groups according to ايه؟ based on shared or similar features. طيب الاورجانيزم ار نيمد باي ذير جينس اند سبيشيز، لما كنا بنتكلم في الباينوميال نومنكلتشر نظام التسميه الثنائي، فكنا بنسمي كل واحد باسم الجينس والسبيشيز. فقلنا طب يعني ايه species؟ A species is a group of similar organisms. ال species ده group of similar organisms that are able to breed to produce fertile offspring. يبقى الشرط ان يكون ال species، ان انا اقول ان دول كلهم one species، ان هم يكونوا شبه بعض morphologically، ولكن لما يحصل بينهم production reproduction يطلع لي offspring، وال offspring ده يكون ايه؟ يكون fertile. وقلنا كلمة fertile عكسها sterile. فيرتايل يعني خصب، يقدر ينتج افراد جديد، لكن ستيرايل معناها افراد عقيمه. ذا ليفلز اوف ان تاكسونومي، الجزء بتاع الهيراركي في التاكسونومي، اتفقنا ان احنا بنبتدي من الجنرال للسبيسيفيك، فعندي كينجدم فايلم كلاس اوردر فاميلي جينس سبيشيز، اتكلمنا عن الباينوميال واتكلمنا عن الكلاسيفيكيشن، تمام، والدايكوتوموس كي. طيب خلينا نحل دي المين فيتشرز بتاعت كل كينجدم والبيسك ديسكريبشن بتاعها، مثلا ان كينجدم بلانتي كلهم يوكاريوتيك مالتي سيلولر اوتوتروفيك، لان بنتكلم عن نبات، تمام، انيماليا برضو يوكاريوتيك ومالتي سيلولر ولكن هيتروتروفيك وموبايل يعني بنتحرك، بروتيستا يوكاريوتيك مالتي سيلولر او يوني سيلولر اوتوتروفيك او هيتروتروفيك موبايل او ان موبايل، يبقى فيها دايفرستي كبيره. المونيرا قلنا بروكاريوتيك ويوني سيلولر، فانجي قلنا يوكاريوتيك وجينرالي مالتي سيلولر هيتروتروفيك واموبايل، تمام. طيب determine the parts of the binomial name، انا قدامي الكراب اسمه بيبل كراب والساينتفك، طبعا احنا ما بنمشيش بالكومن نيم، احنا بنمشي بالساينتفك نيم، فالساينتفك نيم عندي اللي هو زانتياس لاماركي،
مين فيهم اللي هو بيمثل؟ احنا اتفقنا في الباينوميا اللي عندي جينس وعندي سبيشيز، يبقى اكيد اللي هو دانتيوس دوت اللي هو الجينس، ولاماركي ده اللي هو سبيشيز. طيب بنسمي ازاي؟ بيكون عندي الجينس بيبتدي بكابيتال لتر لكن السبيشيز سمول لتر، ويا اما بيتكتب ايتاليك خط مايل يا اما بيتكتب اندرلايند. تمام، from largest to smallest، مين في دول الترتيب الصحيح؟ لسه قايلين الترتيب عندي kingdom phylum class order family genus species. هنا بيقول لي what is nomenclature، اتفقنا يعني ايه nomenclature، نظام التسمية، فقلنا ان genus و species are written in italic، مين في دول صح؟ يبقى ان الجينس والسبيشيز بيتكتبوا italic او underlined. خدنا المثال ده قبل كده لما قلنا اسم السمك اللي هو السبيشيز نيم بولتي از نيلوتيكا، فالاسم بتاع الفيش دي ايه؟ فهتبقى تيلابيا نيلوتيكا. وش معنى اخترت ده؟ زي ما قلنا قبل كده ان انا عندي هنا الجينس بادي بحرف كابيتال، النيلوتيكا بادي بحرف سمول، والاتنين مكتوبين ايتاليك. تمام، ده كده الديكوتومس كي. فبيقول لي هنا a child finds an organism that has no wings, no shell, eight legs. Using this dichotomous key find الكائن ده. فهو انا عندي no wings، يبقى انا هاجي لما يجي لي dichotomous key زي كده no wings اهي. طيب eight legs يبقى انا هنزل الناحيه دي no shell eight legs، يبقى هيطلع عندي spider. ده مثال نفس شبهه برضو فكره اللي هي dichotomous key. تمام، هنا بيقول لي البينوميال نيم اوف line اللي هي بنثيرا ليه. طيب مين في دول الجينس؟ انا لسه قايله ان احنا بنبتدي جينس وبعدين سبيشيز، يبقى احنا هبتدي بايه؟ بانثيرا اللي هي الجينس نيم. طب ليو، ليو ده هيكون السبيشيز. تمام، ده برضو نفس الفكره. يعني ايه سبيشيز؟ احنا لسه قايلين هي جروب اوف اورجانيزم، اللي بيكون الجروب اوف اورجانيزم دول مورفولوجيكالي شبه بعض، اهم شرط ان هو وين بريد، لما يحصل بينهم تزاوج زي بروديوس فيرتايل اوف سبرينج. طيب دي الكي بوينتس بتاعت كينجدمز. هنا بس نكمل الجزء ده. هنا بيقول لي روبرت ويتكر كلاسيفايد اورجانيزم انتو 5 كينجدمز، مين بقى الفايف كينجدمز اللي هو قال عليهم ويتكر؟ تمام، يبقى انا عندي مونيرا وبروتيستا وفانجي وفانتي وانيماليا. طب خلي بالك اللي تحتيها مثلا دي كلهم زي بعض ما عدا كلمة ايه؟ ماماليا. لا، هو انا مش عندي الكينجدم ماماليا، انا عندي كينجدم انيماليا. هنا بيقول لي which of the following correctly compares Linus and Whitaker system of classification. فهنا بيقول لي ان فيتكر هاد مور بيولوجيكال، مين فيهم اللي كان عنده مور بيولوجيكال اند تكنولوجيكال نوليدج؟ طبعا فيتكر، لان هو اللي جه بعد كارل لينيوس. تمام، هنا بيقول لي why is it difficult to classify virus into Whitaker's system of classification، ليه كان صعب ان احنا نصنف الفيروس جوه التصنيفه بتاعت فيتكر؟ ليه؟ لأن أنا عندي الفيروس generally considered to be non-living. هنا بيقولي which of the following cannot be classified into kingdom into a kingdom in Whitaker's system of classification. مين في دول ما أقدرش أصنفه على التصنيفة بتاعت ويتكر؟ تمام، اللي هي البريونز زيها زي الفيروس. طيب Carl Linnaeus classified organisms into two distinct groups. What are these groups؟ كارل لينيوس كده أول تقسيمة كانت، تمام، إن هو قسم كل الكائنات اللي قدامه لـ Animal و Plant Kingdom. لما جينا نتكلم على Kingdom Monero اتفقنا إن هنا الـ Organisms الموجودة في Kingdom Monero مالها؟ زي Share some common characteristics. زي إيه؟ زي إن هما Unicellular، عندهم Cell Wall، Not Possessive Membrane، ما عندهمش Membrane Bound Nucleus اللي هي قلنا إن بتكون زي البروكاريوتيك الجينيتك ماتيريال كود سسبندد. كينجدم مونيرا كان بي ديفايدد انتو بكتيريا والاركي بكتيريا وهكذا. فدي النوتس هتلاقيها كده مع كل درس ارجع لها. هنا بيقول لي باي وات ميثود دو اورجانيزم بيلونج تو يو بكتيريا كومونلي ريبروديوس. تمام، يبقى الباينري فيشن ده ماجورتي اوف اورجانيزم بيلونج تو كينجدم مونيرا، مالهم يوني سيلولر ولا نون سيلولر ولا باي سيلولر ولا مالتي سيلولر؟ تمام، هي يوني سيلولر زي الصورة اللي قدامي. طب which of the following is a characteristic of an organism belonging to kingdom Monera؟ مين في دول من الصفات المميزة لكائن في kingdom Monera؟ ممتاز، هي أول اختيار إن cells بتاعت الأورجانيزم هنا do not contain a membrane bound nucleus، ما عندهاش nucleus. بعد كده اتكلمنا عن kingdom Protista، برضو الكي نوتس بتاعتها إن الأورجانيزمز هنا كلها يوكاريوتيك
في وايد فرايتي ولارج نمبر اوف اورجانيزمز، وكينجدوم بروتيستا كان بي فرست ديفايدد انتو فايلا انكلودينج بروتوزوا يوغلينوفايتا وكريسوفايتا وبيروفايتا. بروتوزوا فرزر ديفايدد انتو according to the mode of locomotion وهكذا. طيب في السؤال اللي قدامي هنا بيقول لي which of the following statements correct about organisms belonging to kingdom protista. They are all multicellular, they can be unicellular or multicellular, they are unicellular. تمام، يبقى هو ممكن يكون unicellular أو multicellular. Which of the following lists state the classes of protozoa phyla. تمام، يبقى أنا عندي هنا في البروتوزوا عندي ساركودينا، سيليوفورا، فلاجيلاتا، وسبوروزوا. طيب organisms belonging to kingdom protista are eukaryotic. Which of the following best explain this mean. احنا لسه قايلينها من شوية كلمة eukaryotic معناها ايه؟ eukaryotic كلمة كاريو اللي هي نيوكليوس و يو يعني حقيقي، فهي عندها نواة حقيقية. انا بقول هنا ان السيلز بتاعت الاورجانيزم عندها الجينيتك ماتيريال bound او موجودة في membrane bound nucleus. تمام، طيب which of the following statements about nutrition of the organism in kingdom protista is correct. هنا بيقول لي الاورجانيزم الموجودة في kingdom protista يا اما autotrophic يا اما heterotrophic. طيب بعد كده ابتدينا نتكلم على fungi organism belonging to this kingdom eukaryotic heterotrophic and wild could be unicellular or multicellular. تمام، largely saprophytic, some of them are parasitic وهكذا. طيب تعال نحل. طبعا دي الكاركترستكس، بنك المعرفه هتلاقوا عليه كلام كتير، في الجداول وفي الاسئله وفي الشرح، هتقدروا ترجعوا لبنك المعرفه هتلاقوا فيه الكلام ده كله. طب هنا بيقول لي which of the following correctly list the phyla of kingdom fungi. تمام، انا عندي زيجومايكوتا، اسكومايكوتا، و بازيدومايكوتا. تمام، فبيقول لي بقى organs belonging to kingdom fungi are eukaryotic. Which of the following best explain the meaning. برضو قلناها ما دام قال لي كلمة eukaryotic معناها ان هي عندها ايه؟ الجينيتك ماتيريال موجودة جوه membrane bound nucleus. طيب list of phyla belonging to kingdom fungi زي ما احنا قلنا اللي هي zygomycota, ascomycota و basidomycota. ف an organism is found that has divided عنده divided hyphae and that produces spores bisexual and asexual reproduction inside sac-like اللي عندها زي sacs. تمام، which phylum of fungi provide the most likely ان الكائن ده belong to. اول ما قال لي sac-like يبقى اكيد بيتكلم عن مين. تمام، بيتكلم عن ascomycota. طيب نفس المثال تاني، بس هنا قال لي بقى an organism is found that has undivided hyphae and that produce spores asexually inside sporangia. يبقى أنا بتكلم عن مين؟ بتكلم عن zygomycota. طيب which of the following cannot perform photosynthesis. مين في دول ما يقدرش يعمل photosynthesis؟ بيناريا ولا إجلينا ولا النوستك ولا رايزوبس. تمام، الرايزوبس لأن ده أصلا إيه؟ saprophytic. بعد كده اتكلمنا عن kingdom plantae واتفقنا إن إحنا في عندنا الهاير ألجي اللي هي جواها الرودوفايتا والفايوفايتا والكلوروفايتا، واتكلمنا عن التريكيوفايتا والبيريوفايتا. لما جينا نتكلم عن التريكيوفايتا اتفقنا، خلينا كده نكمل معايا، ان التريكيوفايتا قلنا تريكيوفايتا اللي هي عندها ايه؟ عندها فاسكولار تيشو، لما كنا بنتكلم على الزايلم والفلويم. طيب التريكيوفايتا بعد كده قسمناها للي هي فيليسيتي وجيمنوسبيرم وانجيوسبيرم. بعد كده مسكنا الانجيوسبيرم وقلنا ان هي دي فلاورنج بلانتس، فقسمناها الى مونوكوتس وايه؟ ودايكوت. طب تعال نبص على المقارنه ما بين المونوكوت والدايكوت. الاثنين عندهم فاسكولار تيشو، الاثنين بروديوس سيدز، هيطلعوا سيدز، والاثنين فلاورنج بلانتس. طب امال ايه الموضوع؟ قال لي ان الدايكوت قصاد المونوكوت، المونوكوت هلاقي عندي الفاسكولار باندلز اباندلز سكاترد. لما اجي اخد كده تي اس في الستيم الاقي ان عندي الفاسكولار باندلز ايه؟ سكاترد. لكن في الدايكوت هلاقيها عامله زي رينج، ارينجد ان رينج. طيب هنا بلورال اورجنز اوكي in multiples of 3، لكن هنا multiples of 4 or 5. هنا الليفز بتكون نارو وبارلل فينز قلنا عامله زي الورق بتاع الذره، لكن في الدايكوتس بتكون بالنيت او بالميت قلنا عامله زي الورق اللي هو بتاع الورق العنب. طيب دي فايبرس وبرانشنج روتس، لكن هنا بتكون المين روت او اللي بنسميها التاب روت بريزنت.
الاكزامبلز اللي عندي الويت والميز والرايس، ولكن هنا اللي هي البيز والبينز والروزز. تمام، برضو دي اللي هي الجنرال كاركترستكس بتاعت الهاير الجي. لما اتكلمنا على الرودوفايتا قلنا ريد الجي، الفايوفايتا اللي هي براون الجي، والكلوروفايتا اللي هي جرين الجي. اتكلمنا عن الحاجات دي بالتفصيل، تقدروا ترجعوا لفيديوهات الشرح. خلينا نحل. فهنا بيقول الانجيوسبرم او الفلاورنج بلانتس كان بي فارذر كلاسيفايد انتو تو جروبس. الانجيوسبرم او الفلاورنج بلانتس لسه قايلين ولسه مقارنين ما بينهم، اللي هو مين؟ المونوكوت والدايكوت. فبيقول لي which of the following statements correctly describe a major difference between monocot and dicot. بعينه كده سريعا بيقول لي الدايكوت الفاسكولار تيشو بتاعها او الفاسكولار تيشو بتاعتها سكاتت. لا طبعا، احنا قلنا ان المونوكوت هي اللي الفاسكولار باندلز بتاعتها بتكون سكاترد. تمام، the picture shows cells of organisms belonging to the kingdom plantae under microscope. الصوره اللي قدامي كلنا بيت. فبيقول لنا the walls surrounding the cells are visible. الجدران اللي باينه قدامك دي ايه؟ فبيقول لي المين كومبوننتس بتاعها ايه؟ انا عارف طبعا ان السيل وول في البلانتا بيتكون من سيلولوز. ممتاز. هنا بيقول لي the picture provided shows organisms belonging to kingdom plantae. What are the characteristics of organisms belonging to this kingdom? These organisms are eukaryotic, multicellular, autotrophic ولا بروكاريوتيك؟ طبعا اول ما لقيت بروكاريوتيك هستبعدها، يبقى انا هستبعد بي وسي، سوري بي ودي. انا قدامي ايه وسي؟ دي يوكاريوتيك، دي يوكاريوتيك. تمام، مالتي سيلولر، مالتي سيلولر. تمام، هنا قال لي اوتوتروفيك وهنا قال لي هيتروتروفيك. انا عارف ان النبات ايه. تمام، اوتوتروفيك، يبقى انا هختار لتر ايه. هنا بيقول لي which of the following organisms wouldn't be classified into the kingdom plantae. كونيفرز، موس، فيرن ولا ييست؟ مين في دول مش تبع كينجدم بلانتي؟ تمام، يبقى الييست. جميل. اخر حاجه وصلنا لها كانت كينجدم انيماليا. فقال لي ان كينجدم انيماليا كان بي سبريت انتو تو جروبس، اللي هي الفيرتبريتس والانفيرتبريتس. طيب الفيرتبريتس ار اورجانيزمز ذات بوزيس ا فيرتبرال كولوم، عندها باك بون. الكلاسز بتاعت الفيرتبريتس فيها اجناثا، كونريكسز، استريكسز، امفيبيا، ريبتيليا، وايفيس، وماماليا. بلس ماماليا كان بي ديفايدد انتو سب كلاسز زي اللي هي بروتوثيريا وميتاثيريا واليوثيريا والسب كلاسز بتاعته. تمام، طبعا لحد ما اتكلمنا لحد ما وصلنا للبريمز. What are the three sub classes of class mammalia؟ لسه قايلينها. تمام، اللي هي بروتوثيريا وميتاثيريا واليوثيريا. تمام، طيب which of the following statements describe characteristics shared by amphibia, reptile and birds؟ هو عايز صفة أو صفات تكون مشتركة ما بين الامفيبيانز والريبتايلز والبيردز، فأنهي واحدة فيهم اللي صح؟ تمام، يبقى الصفة المشتركة ما بينهم إن هما they lay eggs. طيب which of the following statements describes characteristics shared by reptiles, birds and mammals؟ بدور على حاجة تكون common ما بينهم كلهم. تمام، يبقى الصفة المشتركة ما بينهم إن these organisms all breathe through lungs، إن هي بتتنفس through lungs. طيب which of the following best describes the difference in appearance between amphibians and reptiles؟ هنا بقى مش بيسأل على الكومن، هنا بيسأل على الديفرنس، بيسأل على الفرق في الأبيرنس ما بين الأمفيبيانز والريبتايلز. تمام، فهنا بيقول لي reptiles have body covered with smooth skin، مقابل إن الأمفيبيانز هم اللي عندهم dry scales ولا العكس؟ الامفيبيانز ولا الريبتايلز، مين فيهم اللي عنده سموث سكين ومين اللي عنده دراي سكيل؟ تمام، الامفيبيانز هي اللي عندها سموث سكين، لكن الريبتايلز هي اللي عندها كفرد، جسمها الجلد بتاعها بيكون دراي سكيلز، كفرد دراي. في الصوره اللي قدامي هنا بيقول لي ان unknown marine organism is discovered. The organism احنا just assumption يعني. The organism found has long thin body that is not covered in scales. جسمه مش متغطي بسكيلز. It has no paired fins. What class of vertebrates is this organism most likely to belong to? هل هي الاوستيوكسز ولا الكونريكسز ولا الاجناثا؟ الصورة اللي قدامك دي تعتبر مين فيهم؟ تمام، هي اجناثا. تمام. Which of the following is defined? Which of the following is is a defining feature of an animal belonging to the vertebrate subphylum. أنا هنا بتكلم على الvertebrates. إيه اللي هيميزه؟ إن these animals develop backbone or
Which of the following class is not a class of the vertebrata subphylum؟ مين في دول مش من vertebrata subphylum؟ الأرثروبودز ولا إيفز ولا ريبتيليا ولا ماماليا ولا أمفيبيا؟ تمام، هتبقى الأرثروبودز اللي دي تبع الانفرتبريتس. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية مراجعتنا، أتمنى تكونوا استفدتوا إن شاء الله، ربنا يوفقكم في الامتحان، وعام سعيد بإذن الله، ونشوفكم في تانية ثانوي على خير. كنت معاكم مس إيناس ومس هالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.